اسم الصليب اسم الصليب. شو رأيك بهالمتنيق معلي؟ بتجنن يا مري بتجنن. تنصحيني فيها؟ أكيد أكيد. ما قلتك أنا معودة على فنجان الركوة ما بحب غيره. حبيبتي أسرع وأنظف وليكي كبسة وحدة. يا الله بدي يجي الأستاذ فارس قبل ما تقطع الكهرباء ويجيب البنات، مصيتوا عليهم من الصبح. خليكي خليكي معلي أنا بفتح. ييه يا عبير، أهلا عبير، كيفك؟ بسطنا فيكي جيت اليوم. ايه بس مش رح اقدر طول، بدي روح على الكافيه اشتغل من ورا قطعات الكهرباء. مرحبا يا معلم. اهلا عبير، اهلا، تفضلي. ليش معذبه؟ لا ولا فوتي فوتي. ريحتهم شو طيبه يا ساعتريت. اكيد اكيد ساعتريت امك كثير طيبين. مرحبا علي. استغفر الله، شو عايز ببنيه كل هاليوم؟ بونجور معلم. اهلا حبيبي، يا الياس، تفضلوا الكل بالسلام. صباح الخير يا معلي، هودي البنات. فارس جيت والله جايبك، جيت والله جايبك. يا معلي عملي حسابي بفنجان القهوة اليوم، جايب معي قراءة المكتب المعروف. أهلا وسهلا. لك شو؟ مبين عم بتزينوا بكير السنة يا علي. إيه مالحاجة يا معلي، مالناش حاجة صورها شوي. مام؟ أي ما تقوم بابريباري على ديكوراسيون بنوال. يلا سو ويك إند بنبلش حبيبي. شفتوا؟ هاي أساس المشكلة، خلص صار بدنا مولد للبناية. يا يعني كيف بدنا نعمل الصبحية بلا قهوة؟ يا عمي ما تواخذونا يا جماعة. قلت لك ما تكبيش الركوة، يلا هلا بطلع بجيبها لك من البيت. عبير نطفي الطرف، هلا بنلاقي حل الموتور سوا. إم علي بيناتنا رح أنطر تنحل قضية الكهرباء وارجع اشتري مكنة القهوة.